السلام عليكم. اليوم البنات راكم معايا في مطبخهم البنات. اليوم جيتكم فيديو خاص ماش تاع مطبخ ولا في الطبخ ولا وصفات. اليوم جيتكم بحصة شوية ان بو سبيسيال. اليوم حبتكم تروحوا معايا نديكم تزوروا المرضى في المستشفيات. اليوم عندنا نروح نزور مرضى في مستشفى فرانس فانو بالقسم المرضى السرطان، بيشفي ان شاء الله كل مريض، ان شاء الله يشفي كل مريض ويعافيه ويعطي له صحه جيده. اليوم نعطيتكم فكره مع الشهر الكريم هذا، يسمى الانسان يقدر يعمر لي باجاج تاعو، يروح يزور المرضى، يروح يزور الايتام، يروح لدار العجازه، يروح بشي قليل طوح يطلي عليهم. والله العظيم غير بشي قليل، بشي قليل اللي درتيه لهم تروحي وبلا ما عندكش وما مش في يديك وما عندكش. والله صدقيني غير كي تروحي تحلي عليهم ديك الباب تاع الغرفه وهذيك التبسيمه على الوجه ديالك هي صدقه. ابتسامة في وجه أخيه صدقة. أنت غير تبسمي برك كي صدقتي عليها وطبطبي عليها برك هذيك المريضة ولا هذيك البنت، ولا تقولي لها واش راكي صافا كي مليحة، ولا غير تبراي منا. تعرفي هذيك الهضرة، هذيك الجملة اللي تعطيها لها راكي تزيدي فيها معنويات كبار. والله العظيم غير معنويات كبار. تروحوا ليهم بلي ماشي تقولي ما عنديش وماشي في يدي، والله غير قريسي اني معاك، والله ما تدي والو في يديك. روحي وجهك اكثر من اللي دريت كي تضحكي غير هذيك تبسيمه تدخلي طبطبي عليها وتشوفيها وتسقسيها منين هي واش عندك وهكذا وتسقسيها. والله غير تعرفي كاين ناس لي براو وكاين هكذا راكي تطلعي لها المغال. انا واش نقول لكم، راني وجدت هكذا غير اللي كتبوا ربي. واش اللي كتبوا ربي راني يعني وجدت لهم ما كانش وحده اللي ما عندهاش في الخزانه، ما كانش وحده اللي ما عندهاش خمارات شريتهم وما ديرهمش اصلا، ما كانش وحده اللي ما عندهاش لي دودورون وما تستعملهمش، ما كانش وحده اللي ما عندهاش طراف الصابون في الخزانه ديالها وما مخليتهم، ما كانش وحده اللي ما عندهاش حوايج معلقتهم وما تلبسهمش اصلا. هادوك واش فيها غير نجبدهم ونحددهم ونطويهم بيان وندير لهم طريف الصابون ولا هذيك الخيمه ندير له قريعه ديودورون ندير لهم فيها متي ساك وتديه لهم وتروحي تشي لهم ديودورون ولا تشي لهم حاجه بسيطه. ما عندكش اللي عندك في المنزل. قال لك لا يكلف الله نفسه الا وسعها، ديري اللي عندك وما عندكش. قلت لك والله العظيم تروحي هكذاك بوتك خير، وجهك خير، تروحي بوتك خير، ما فيها والو. انسان يبريباري لهم دي تروك هكذايا دي صالي حلويات، واش قدرتي ديري انت تفنني في الهدايا تاعك، تفنني في الزياره تاعك. واش نقول لكم، ما نطولش عليكم هذا الفيديو، ان شاء الله نديكم وتشوفوا فئات تدخلوا معايا وتشوفوا بنات صغار، عرائس، عواتق، بنات صغار، امهات، كاينين اللي نروحوا لهم بالاخص لي جون دانتيريور، النساء تاع الريف تاع المدن اللي بعاد، ما عندهمش مواليهم اللي يجوا يشوفوهم، ما عندهمش يجوا خطات، ما عندهمش. راكم تعرفوا الام المراه كيفاه تخمم على هذاك الفواياج، تقول له لا اللي بتروح تخسروا فواياج صرف على ولادي ما تجينيش، ما قاعدين يصارعوا المرض، وحدهم في صمت. حنا في الشهر الكريم هذا نروحوا نشوفوهم نطلوا عليهم ونطبطبوا عليهم. هذا واش راني نقول لكم، هذا هو الوقت، وعندكم فرصه في هذه النصفيه تاع رمضان، وجاي 27 جاي اليوم العيد ان شاء الله، لازمنا نزوروهم. اليوم انا بديتكم الحلقه الاولى، نروحوا قسم سرطان بالنساء والاطفال في فرانس فانو، والخطره الجايه نشوفوا ونزيد نديكم معايا تروحوا باه تشوفوا. مادابيا تزوروهم، هذا ما كانش نقول لكم. راني حنخرج حندي طريق وان شاء الله نتلاقاو في المستشفى ان شاء الله باذن الله.
انا وصلنا لفرانس فانا، دونك ندخلوا للقسم النساء ونشوف الا نقدر نصور معاهم، واللي حبت واللي ما حبتش ما عنديش مالك، معنا نشوف نسيه ونشوف. ما شاء الله في كلش لاباس عليك، ربي يشافي البنت، لاباس عليك، ربي لاباس عليك ان شاء الله. السلام عليكم. ان شاء الله صحة نظامكم، بشفى ليكم طهورة إن شاء الله. من بعد ما دخلنا من المستشفى، واش نقول لكم، والله العظيم صدقوني، غير انا جيت مريضه. تشوفوا هذوك اللي تصيبوهم يستناو في اهلهم، كاين اللي يجوا يزوروهم، كاين اللي ما يجوهمش بعاد، الله غالب. والله غير كي تدخلوا عليهم وتحلوا عليهم ديك الباب برك وتتبسموا فيه وتشهم برك، فيها كلش. واش نقول لكم، نطلب منكم والله وديروا هاد الخطوه، هاد الخطوه بسيطه ما فيها والو، ما تكلفكم ما والو، واحد نص ساعه ساعه من وقتكم تروحوا تهتموا بهم، والله العظيم عندكم اجر عظيم عظيم في هذا الشهر الكريم، وماشي غير في شهر رمضان، ما في ايامات سيل ايام. واش نقول لكم في هذا الفيديو، هذا في الفيديو القادم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.